المقطع الأول هو أثر اليوم لن نتحدث عن فرد، إنما راح نتحدث عن منظومة. نشوف الأثر اللي زرعوه شباب البزنس في هذا الطفل الجميل جدا ما شاء الله تبارك الله. خلونا نشوف ونرجع لكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله على هذا الطفل. طبعا الطفل هذا من ليبيا، لكم متابعين كثر من جميع الدول في الأمتين العربية والإسلامية. الطفل هذا قاعد يقلدكم وانتم تصلون. هذا كفاية. عبد الله تفضل. اقول هذا يكفينا لو ما نطلع من البرنامج الا بالمقاطع اللي زي كذا، وان الناس يقصدون فينا بالاشياء الطيبه، هذه تكفينا وترفع روسنا، وان شاء الله الله يجعلها بموازين حسنات اهل القناه وبمزيد حسنات الشباب ان شاء الله. طيب ايش رايكم يا جماعه؟ ابى امر عليكم واحد واحد.